تعالوا بقى نقابل السيد أشرف حافظ رئيس منطقة جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالبنك الأهلي المصري عشان نتعرف على حجم التمويل لمشروعات جنوب مصر. حملك تقيل قوي صح ولا لا؟ أكيد مشروعات كتير، شباب طموح، قلب الصعيد، ناس عايزة مساعدة، عايزة تمويل، عايزة دعم فني، عايزة خدمات غير مالية، حاجات كتير قوي. خطتنا إيه لدعم الشباب في الصعيد ودعم أصحاب المشروعات؟ كنت شرفت مع حضرتك باللقاء في أكتر طبعًا من محافظة نتيجة مساندتنا ودعمنا للأنشطة، وخاصة الأنشطة المتميزة، وكنت حضرتك شريك معانا ومتواجد معانا لكل هذه الأنشطة. فإحنا بنفس السياسة وبنفس الدعم إحنا مكملين معاه حتى في جنوب الصعيد، على الرغم من أنها منطقة شاسعة بتتسع لحوالي 65% من مساحة مصر، إلا أن إحنا مساندين لكل الاستثمار وكل المشاريع اللي موجودة عندنا بشبكة كبيرة من الفروع ب50 فرع تقريبا، وإن شاء الله نعتزم أنها توصل ل60 فرع خلال الوقت القريب بإذن الله في نهاية 25، بجانب وجود معانا فريق عملاق من الموظفين ب1600 موظف، وكلهم متميزين وكلهم جنوب جاهزين. جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء 1600 موظف يصل إن شاء الله بإذن الله في 25 ل1800 أو 1900 موظف، وكلهم كوادر عالية الكفاءة وذات خبرات عالية نقدر بيها نخدم مجتمعنا، ونقدر نخدم بيها كل المستثمرين وكل رجال الأعمال اللي موجودين، ونقدر نمول لهم كل اللي هم عايزينه وبخدمة مصرفية عالية الجودة. محفظة الصعيد حجمها إيه النهاردة؟ هنقول محفظة الصعيد ما نقسمهاش، الجنوب وجنوب سيناء والبحر الأحمر كل ده يعتبر الصعيد. محفظته قد إيه التمويل لغاية النهاردة؟ إحنا وصلنا حوالي 15 مليار جنيه تمويل لحد الآن. كم عميل استفاد بيها؟ حوالي 24 ألف عميل. ما شاء الله، يعني 24 ألف مشروع موجودة بقلب الصعيد تمويل البنك الأهلي المصري. صحيح. بإجمالي 15 مليار جنيه تقريبا دلوقتي واصلين كده، وخطتنا الطموحة كمان إن خلال الفترة الوجيزة إن إحنا نصل بحجم التمويلات ل20 مليار جنيه.